بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليماً عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله سبحانه: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، هو استئناف بياني مهد له بما قبله، مهد له بإخبار الله سبحانه وتعالى أنه نزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فإن نفوس الناس تتطلع عند سماع هذا الخبر إلى ما يترتب على تنزيل الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى من إيمان وكفر، وماذا تكون حالة الذين كفروا. فبين الله سبحانه وتعالى حالة الذين كفروا في قوله: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. والمقصود بآياته كتاب، وجمهور أهل العلم يقولون بأن المراد بالآيات هنا القرآن الكريم، لأنه الكتاب الذي يصدق عليه وصف آية. فإن الكتب السابقة هي بحاجة إلى ما يصدقها من الآيات، ولذلك كانت معجزاتها جانبية. أما القرآن الكريم فإنه معجز بنفسه. ومن العلماء من قال بأن المراد بذلك كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، سواء هذا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أنزل من قبل على النبيين. ومن أهل العلم من قال بأن الآيات هنا تشمل المعجزات، فالذين كفروا بالمعجزات بعدما وضحت لهم وتبينت بها حجة الله تبارك وتعالى عليهم، وكفروا بما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتبه لهم عذاب شديد. وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو السعود، وتابعه عليه الألوسي، واعتمده أيضا القطب في تيسيره. والذي يبدو أن وصف الآيات يصدق على الآيات التنزيلية وعلى الآيات التكوينية، والإنسان إن لم يستفد من الآيات التنزيلية أو من الآيات التكوينية بحيث يجحد ما تفيده هذه الآيات من حجج الله تبارك وتعالى القاطعة، لا ريب أنه يترتب
على صنيعه هذا الوعيد، فإن الله تبارك وتعالى نعى في كتابه على أولئك الذين لا يتدبرون آياته في الآفاق. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة. خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ويقول الله تبارك وتعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ويقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فآيات الله عز وجل هي آيات تنزيل وآيات تكوين، وآيات التكوين هي هذه الدلائل الشاهدة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء وتدبيره لكل الوجود، بجانب الآيات التنزيلية. وتدخل في الآيات التكوينية المعجزات التي تحققت على أيدي الأنبياء، فإنها تصديق من الله تبارك وتعالى على صحة الرسالات التي جاءوا بها من عنده عز وجل. والذين كفروا، هنا قيل هم النصارى، بناء على أن ما في هذه السورة من آيات تصل إلى 80 آية إنما هو في مجادلة النصارى الذين جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لمجادلته في أمر المسيح عليه السلام، وهم نصارى نجران. وقيل بأن الذين كفروا وصف شامل لليهود والنصارى، وقيل بل هو لطائفة من اليهود هنا، أي قصد به طائفة من اليهود، وهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وابن أخطب. ولا دليل على تخصيص ذلك باليهود، بل ولا حجة أيضاً في السبب على تخصيص ذلك بالنصارى، فإن الذين كفروا وصف عام يصدق على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاموا عن آيات الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي الآفاق، التي هي شاهدة على صدق ما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، على أن الإتيان بهذا الوصف، وصف الذين كفروا بحيث جاء بالاسم الموصول، وكان ما ولي الاسم الموصول من الصلة هو وصف أولئك بالكفر، يدل على شمول ذلك لكل من كان متصفا بهذه الصفة. هذا ومن القواعد المعروفة عند الأصوليين أنه
لا يعول على خصوص السبب مع عموم اللفظ، فإن عموم اللفظ حجة ولا يخصصه خصوص السبب. والإتيان بالاسم الموصول مسندا إليه هنا من أجل الإشارة إلى العلة، فإن الاسم الموصول وصلته في حكم المشتق، والمشتق يؤذن بألية الحكم الذي يسند إليه، فكونهم لهم عذاب شديد إنما هو بسبب هذه الألة، ألة الكفر. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد وعيد الذين كفروا، أتبعه هذا التذييل الذي يفيد غرس المهابة في النفوس، ويفيد شد الانتباه إلى خطورة الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى عزيز، والعزيز لا يغلب، فإن العزيز يغلب ولا يغلب، ويقهر ولا يقهر. العزيز الحق هو الذي لا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه، ولا تبديل لكلماته، الذي ينفذ وعده ووعيده كما يشاء سبحانه وتعالى في من يشاء من خلقه. فذك وصفه سبحانه وتعالى بالعزة يفيد تربية المهابة، وصفة العزة هي صفة ذاتية لله. وقوله ذو انتقام يؤكد ذلك، فإنه من عزته ينتقم ممن خالفه، وصفة الانتقام إنما هي صفة فعلية وليست صفة ذاتية. والانتقام يراد به إنزال العقاب بمن خالف أمره، فإن هذا هو الانتقام من الله تبارك وتعالى، وهو مأخوذ من السلطة، من النقمة التي هي بمعنى السلطة والسطوة. فالانتقام بمعنى النقمة، والنقمة هي بمعنى السلطة والسطوة. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه هنا بأنه ذو انتقام، ولم يصف نفسه بأنه منتقم. ذلك لأن هذا الوصف يفيد التأكيد، أي إضافة الانتقام إلى ذي، إضافة الانتقام إلى ذي تفيد التأكيد. فإنه إن قيل فلان ذو سيف أو صاحب سيف، كان ذلك أبلغ من قول فلان يقتل. هكذا في اصطلاح العرب. ومن ناحية أخرى، فإن الانتقام الذي يكون من الله سبحانه وتعالى إنما هو من أجل إصلاح العباد، إذ انتقامه تبارك وتعالى ليس كانتقام العباد أنفسهم بعضهم من بعض، إذ ينشأ انتقام بعضهم من بعض عن الحنق والحقد. ولذلك يقال فلان منتقم من فلان، أو نقم على فلان إذا كان حاقدا عليه. والله سبحانه وتعالى أفعاله
لا تكون باندفاع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما أفعاله عز وجل كلها تصدر عن حكمه. ولما كانت صادرة عن حكمه فإن ما يقع منه من عقاب إنما هو لأجل الحكمة التي يعلمها سبحانه وتعالى، لا لأجل الحنق والحقد كما يفعل العباد. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو انتقام أو أنه منتقم لا يعني بحال من الأحوال ما تعرف عليه بأن المراد بالانتقام الحقد والحنق، فإن ذلك مما لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى أتبع ما تقدم من بيان عقاب الذين كفروا بآياته هذا الوصف لنفسه، وللمفسرين وجوه في محمل قوله سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من بين هذه الوجوه أن ما ذكر هنا إنما هو لأجل تقرير الوعيد الذي تقدم في قوله إن الذين كفروا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ووجه هذا التقرير أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والمراد بالأرض هنا الكرة الأرضية وما اشتملت عليه من البحار، والمراد بالسماء كل ما عليها بدءا من الكرة الأثيرية التي تحيط بالكرة الأرضية ثم ما وراء ذلك من طبقات الجو إلى الأجرام الفلكية بمجراتها الواسعة وما وراء ذلك من العوالم المتنائية بأبعادها، تلك العوالم التي لا يحيط بها علما إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك هو سماء. ولأجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى في النخل أصلها ثابت وفرعها في السماء، ويقول وينزل من السماء من جبال فيها من برد، مع أن ذلك المنزل إنما هو من هذه السحب وليست هي في طبقات عالية عن الأرض بل هي قريبة من الأرض. فكل ما على الإنسان أو على الشيء فهو سماؤه. وهذه العوالم المتنائية بأبعادها جميعاً هي محيطة بهذه الكرة الأرضية، فهي مستعلية عليها، لذلك يصدق عليها أنها سماء. وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الوجود بأسره، فكل ما في الوجود إنما هو معلوم لله، أي شيء دق أو جل من أجزاء هذا الوجود هو معلوم لله سبحانه وتعالى. والتعبير بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء أبلغ من التعبير بقول إن الله يعلم ما في السماء والأرض، أو إن الله يعلم كل ما في السماء وما في الأرض. فإن الآية الكريمة تدل أن
تدل على أن أي شيء لا يمكن أن يكون في خفاء عن علم الله سبحانه وتعالى، بل علمه أحاط بكل الدقائق والجلائل مما في هذا الوجود. ولا داعي إلى ما قاله بعض المفسرين من أن ذكر السماء والأرض أو ذكر الأرض أو ذكر الأرض والسماء هنا من باب الكناية أو من باب التعبير بالجزء عن الكل، فإنه يتبين أن المراد بالسماء بالأرض والسماء الكون كله بكل أبعاده ومشتملاته. وقد ألف في الكتاب الكريم ذكر السماء قبل الأرض، سواء كان ذكرها بإفراد أو بصيغة الجمع، ولكن هنا ذكرت الأرض قبل السماء، لأن الذين توعدوا بالوعيد إنما هم في هذه الأرض، أو لأن الكتاب المنزل تعبد بالإيمان به واتباعه أهل الأرض، أو لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يفلح من آمن به ويخسر من كفر به هو من أهل هذه الأرض، فلذلك ذكرت الأرض قبل السماء، أو أن هذا من باب الترقي، ذلك لأن الموجودين في هذه الأرض نسبة معلوماتهم عن الأرض وما فيها هي أكثر من نسبة معلوماتهم عن الكائنات الأخرى التي هي خارج الأرض، فإنهم وإن علموا ما يعلمونه من هذه الكائنات التي هي خارج هذه الأرض إنما علمهم نسبي محدود جداً، وكل ما يعلمون حتى عن هذه الأرض وما فيها إنما هو نسبي، ولكن إذا ما قيس ما يعلمونه عن الأرض بجانب ما يعلمونه عن الكون خارج الأرض فلا ريب أن ما يعلمونه عن الأرض هو أكثر، أو لأن الموجودات في السماء هي أكثر بكثير من الموجودات في هذه الأرض، إذ الأرض في خضم هذا الكون لا تكاد تعد إلا ذرة في الفضاء، فكان ذلك من باب الترقي أي ذكر السماء بعد الأرض. ولا ريب أن من أحاط علمه بهذا الوجود بأسره بحيث لم يفت علمه شيء في الأرض ولا في السماء وقد توعد جدير بأن يخشى وعيده، فإن المذنب قد يخدع الجاهل إن توعده، وقد يتفلت من عقابه بسبب نسيانه إياه أو بسبب جهله لبعض أموره التي يقارفها، أما أن يتفلت من وعيد من كان محيطاً علمه بالكون بأسره أرضه وسمائه بحيث لا تفوت علمه ذرة من ذرات هذا الكون، بل ولا أي شيء مما تتكون هذه الذرات، لا يمكن أن يتفلت أي أحد من وعيه. فإذن في هذا تقرير وتأكيد للوعيد بناء
على رأي طائفة من المفسرين، وقيل بأن ما ذكر هنا وما ذكر بعد إنما يطبق على ما كان سبباً لنزول هذه الآيات، وهي مجادلة النصارى في المسيح عيسى عليه السلام، فإنهم زعموا بأنه إله أو أنه ابن للإله، وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهم يتعلقون ببعض الشبه في كون المسيح عليه السلام إلها. من هذه الشبه ما هو ناشئ عن المشاهدات من تصرفاته وأحواله، وقد أخبر القرآن عن هذه المشاهدات التي شهدها الناس، ومنها ما يترتب على الإلزام اللفظي. فأما الشبه التي تترتب على المشاهدات، مشاهدات تصرفات المسيح عليه السلام، فهي دائرة بين أمرين. الأمر الأول علمه بالغيب، وعلمه بالغيب إنما يتصور فيما أخبر الله به من شأنه أنه كان يخبر أولئك الذين كانوا يجادلون في أمره بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. فتصورت شبهة للنصارى من هذا بأن المسيح عليه السلام إله، إذ علمه بما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم علم غيبي، وهذا العلم الغيبي لا يمكن أن يتحقق إلا للإله، فلذلك جعلوا من هذه الشبهة حجة ودليلاً على وصفه تبارك وتعالى، على وصفه عليه السلام بالألوهية. والشبهة الثانية إنما هي أيضاً فيما شاهدوه من شأنه في عصره، وما أخبر الله تعالى به من بعده، وهو أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فجعلوا هذه شبهة دليلاً على قدرته، بأن وهذه القدرة قالوا لا يمكن أن تكون للمخلوق، لأن إبراء الأكمه والأبرص أمر خارج عن المعتاد المألوف عند البشر، وكذلك إحياء الموتى، فإحياء الموتى هو من شأن الله تبارك وتعالى. فقالوا بأن المسيح عليه السلام هو الإله. أما الحجتان الإلزاميتان الأخريان، فهما كون المسيح عليه السلام لا أب له، وقد جادلوا بسبب ذلك فقالوا إنكم تعترفون بأنه لا أب له، فإذا من أبوه إلا الله، فالله هو أبوه. وكذلك الحجة الأخرى أو الشبهة الأخرى التي تذرعوا بها
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه اعترف بأنه روح من الله وكلمة منه، فقالوا هذا دليل على أنه ابن لله أو أنه هو الإله، وإلا فما معنى كونه روحا من الله وكلمة منه سبحانه؟ هذه خلاصة حججهم أو خلاصة الشبه التي تصورونها حججاً وتذرعوا بها إلى إثبات صفة الألوهية له أو صفة البنوة لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وقد جاء القرآن الكريم بإبطال ذلك كله، فقبل كل شيء وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والمسيح ليس كذلك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله سبحانه وتعالى يعلم ضرورات المخلوقين وحاجاتهم، وقد يسر أمورهم بحسب علمه بضروراتهم وحاجاتهم، وتناسقت نواميس هذا الكون بحسب علم الله تبارك وتعالى لهذه الضرورات وهذه الحاجات، وهو دليل على أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء علماً، لا يفوت علمه شيء، وموجد الوجود ومدبره لا بد من أن يكون عليماً بكل شيء وأن يكون قديراً على كل شيء، فإن وضع الأمور في مواضعها بحيث تتناسق طبائعها وتترتب نواميسها لا يكون إلا عن قدرة شاملة وعلم شامل، والمسيح عليه السلام ليس كذلك، فهم أنفسهم معترفون بأن المسيح عليه السلام كان يجهل الكثير الكثير مما في هذه الأرض فضلاً عما هو في السماوات، فهم ينسبون إليه بأنه قتل، وأنه عندما فاجأه القتلة جزع وخاف ولم يستطع أن يدفعهم عن نفسه، فكان منهم أن قتلوه، هذه هي دعواهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكيف يكون من يجزع ويجهل هو الإله؟ هم بأنفسهم نسبوا إليه الجزع ونسبوا إليه الجهل، إذ لو كان يعلم كل شيء في السماء وفي الأرض بحيث لا تخفى عليه خافية فيهما لما كان يجهل مؤامرة أولئك المتآمرين عليه وكيد الكائدين له، بل كان حرياً بأن يكون عالماً بذلك، وعندما يكون عالماً بذلك هو حري أيضاً إن كان إلهاً أن يصرف هذا الشر بقدرته، لأن قدرة الإله تحيط بكل شيء لا يخرج عنها شيء أبداً في هذا الوجود، وبغض النظر عن هذه القدرة فإن نفس العلم يقتضي أنه على الأقل كان حرياً أن يفر منهم حتى لا يقع في قبضتهم، مع أنه جازع مما أنزله به. فالإله الحق لا يكون كذلك، بل الإله الحق
هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم دقائق الأشياء كما هي، فلا يفوت علمه شيء قط. وقد بين سبحانه وتعالى أن الإله الحق أيضاً هو الذي يصرف هذا الوجود بقدرته كما يشاء، بحيث تكون قدرته محيطة بكل شيء. والمسيح عليه السلام وإن كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فإن ذلك إنما هو بإقدار الله تبارك وتعالى له. أجر الله تبارك وتعالى على يديه هذه المعجزة لتتحقق نبوته وتثبت حجته عند خصومه، كما أن ما يعلمه من بعض الأشياء القليلة من أمر الغيب إنما كان ذلك بإعلام الله تبارك وتعالى له. فعلمه بالغيب لم يكن علماً ذاتياً، وإنما كان علماً ألهمه الله تبارك وتعالى إياه وأفاضه عليه. بينما علم الله سبحانه علم ذاتي، ولذلك لا يفوت علم الله تعالى شيء مما في هذا الوجود. وكذلك قدرة المسيح غير قدرة ذاتية، وإنما هي قدرة وهبها الله تعالى له. وقد أقدره الله سبحانه وتعالى على بعض الأشياء لتكون معجزة له، فمكنه من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وكذلك أن يصنع من الطين أشياء كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيراً، وكل ذلك إنما هو بإذن الله، لم يخرج شيء من ذلك عن كونه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكنه مع ذلك ظل عاجزاً عن بقية الأمور، فقدرته وإن كانت قدرة خارقة للعادات لا تتجاوز أن تكون قدرة نسبية محدودة، فهي قدرة غير مطلقة. إذ هم يعترفون بأن تصوير الموجودات التي صورت في الأرحام وهي الأجنة لم يكن ذلك من شأن المسيح عليه السلام، فهو غير مصور لهذه الأرحام، لهذه المخلوقات التي هي أجنة في الأرحام، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي صورها. ولما كان الله تبارك وتعالى هو المصور لهذه الأجنة، هذه الأجنة في الأرحام، كيف يشاء سبحانه وتعالى بحيث يجعل ما يشاء جميلاً ويجعل ما يشاء قبيحاً، ويجعل ما يشاء أبيض ويجعل ما يشاء أحمر ويجعل ما يشاء أسود، ويجعل ما يشاء قصيراً ويجعل ما يشاء طويلاً، ويجعل ما يشاء قوياً ويجعل ما يشاء ضعيفاً؟ إنما ذلك كله دليل على أنه سبحانه وتعالى منفرد بالألوهية، وأن الألوهية المزعومة للمسيح عليه السلام ليست حقة، بل هي باطلة وهي مكابرة للحقيقة. أما كونه ولد من غير أب، فإن دفع ذلك إنما هو بقوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذ الله تبارك وتعالى التي ناط الأشياء بأسبابها قادر على خرق نواميس هذه الأسباب وجعل بعضها لا على حسب النواميس المألوفة، وهذا ما وقع للمسيح عليه السلام.
فإن خلقه من غير أب إنما هو من باب خرق هذه النواميس حتى يكون نفس خلقه آية بينة من آيات الله تعالى الدالة على صدق نبوته. وهم معترفون بأن مريم العذراء عليه السلام حملته ووضعته وأنه تطور في رحمها طوراً بعد طور، ولما كان متطوراً في رحمها طوراً بعد طور فإذا هو مصنوع كما صنع غيره ومصور كما صور غيره، والله تبارك وتعالى هو الذي صوره لم يصور نفسه. وهذه قضية وقع النصارى فيها في أمر مريج، وناقشت أكثر من واحد منهم في طبيعة المسيح عليه السلام، كيف يمكن أن يكون المسيح هو الله وقد حملته امرأة من البشر؟ فهل هذا المحمول هو الله؟ قالوا نعم. قلت لهم إذن من الذي كان يدبر الكون عندما كان عيسى عليه السلام جنينا؟ ومن الذي كان يدبر الكون أيضا بعد ذلك عندما وقع المسيح عليه السلام في قبضة أعدائه فتمكنوا من قتله؟ أيكون الله تبارك وتعالى هو مدبر الكون وهو نفسه مقتولا، ويكون مدبر الكون وهو نفسه في ذلك الوقت كان في فترة من الفترات كان جنينا في رحم أمه في رحم امرأة من البشر؟ فما كان من جوابهم إلا أن هذا أمر هو خارج عن مدارك عقولنا وعلينا أن نسلم به ولو لم تستوعبه عقولنا. وأما شبهة كونه كلمة من الله وروحا منه فهذه أجيب عنها فيما يأتي من قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا من باب المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم، ولا يعرف المقصد منه إلا بالنظر في المحكمات، لأن المحكمات هن أصل الكتاب ولذلك عبر عنها بأم الكتاب. ومن المفسرين من قال بأن قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنما هو استئناف بياني يبين وصف الله تبارك وتعالى بالحياة المطلقة في قوله عز وجل في فاتحة هذه السورة الله لا إله إلا هو الحي. فإن من كمال حياة الحي المطلق أن يكون عليماً بكل شيء لا يفوت علمه شيئاً في هذا الوجود، لا يفوت علمه شيء في هذا الوجود. وحملوا قول الله تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام على أنه أيضاً استئناف بياني يبين معنى القيومية، قيومية الله تبارك وتعالى. فإن قيوميته سبحانه وتعالى وهي تقتضي أن يكون قائماً على كل شيء مصرفاً لكل الوجود، فقيوميته تبارك وتعالى تقتضي أن يكون قادراً على كل شيء.
وفي تصويري الأجنة في الأرحام كما يشاء سبحانه وتعالى آية بينة دالة على قدرته سبحانه، القدرة المطلقة التي لا تحدها حدود قط. فإن النطفة هي النطفة، والإنسان خلق من خلية من خلايا هذه النطفة. هذه الخلية عندما يأتي الإنسان إلى طبيعتها يجدها لا تختلف خلية عن خلية من حيث الطبيعة، ولكن كيف هذه الخلية المهينة الدقيقة الحقيرة تخرج عنها هذه الموجودات المتباينة المختلفة؟ فكيف تتطور أولا هذه الخلية من طور إلى طور، ويصور الله سبحانه وتعالى منها ما يصور من لحم وعظم وجلد، منها العظام ومنها الغضاريف ومنها الشرايين ومنها الأوردة ومنها ومنها، تخرج عنها ملايين الملايين من الخلايا تتصور منها. ثم بجانب ذلك تتفاوت هذه الصور. جنينان هما توأم يختلفان ويتفاوتان، لا بد من أن يرى الإنسان في ملامحهما التفاوت. ولو تشابهت الصور إلا أن هناك من الملامح التي عندما يدقق الإنسان فيها ويمأن نظره فيها يتمكن من التمييز بين صورة وصورة. ووجوه البشر لا تتفاوت من حيث الكبر تفاوتاً كبيراً، إذ هي متقاربة من هذه الناحية من حيث الحجم، ولكنها بجانب ذلك نرى أن هذه الوجوه لا بد من أن يكون في ملامحها ما يدل على ما يمكن من التمييز بينها، فيميز بين وجه ووجه. والبشر في الأرض أعدادهم بالملايير، ولكن مع ذلك لا تشتبه صورتان من صورهم حتى لا يكون هنالك فارق قط. فلا بد من أن يجد الإنسان ولو بعض الملامح القليلة التي يتمكن من خلالها من التمييز بين صورة وصورة. يصور الله تبارك وتعالى ذلك في الأرحام. ونحن عندما ننظر إلى صنع البشر، ننظر إلى السيارات التي هي على ما يعبر عنها من موديل واحد، فإذا بها جميعاً متشابهة لا يمكن أن يميز الإنسان بين سيارة وأخرى منها إلا بعلامة. وهكذا كل مصنوعات البشر، لا يمكن أن تكون في ملامحها هذه الدقائق التي يمكن التمييز ما بينها. هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء قدرة، فهو القدير على كل شيء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والتصوير مأخوذ من صار يصور بمعنى أمال يميل، ومنه قوله تعالى فصرهن إليك، أي أملهن إليك. ذلك لأن هذه الصور مع هذه الملامح التي تميز بين كل صورة وبقية الصور بينها ميل، بحيث تميل صورة إلى صورة، فصورة الإنسان شبيهة بصور بني جنسه. وقد يكون التشابه أيضا من حيث الأسرة، فتشبه صورة الولد صورة والده أو صورة والدته، فلذلك سميت صورة.
والذي يصوركم في الأرحام. والأرحام جمع رحم، والرحم هو مستودع الجنين، هو مستودع الجنين. فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يكون هذا الخلق ناشئا في هذه الأرحام، وتسميتها أرحاما تسمية مشتقة من الرحمة. فإن الأم التي تحمل الجنين في رحمها هي أرحم الناس وأرأمهم بمن تحمل عندما تلده. هذه هي سنة الله تعالى في خلقه. ثم بجانب ذلك، هذه الولادة هي سبب التراحم أيضا، إذ بها تتحقق القرابة. فالرحم مستودع هذه الرحمة، لأنها عندما ينفصل عنها ذلك الجنين يكتسب الرحمة أيضا من قرابته، لا من أمه فحسب، فأبوه يحنو عليه، وهكذا سائر قرابته. وكذلك الأرحام بمعنى القرابات، اشتقاقها من هذا المعنى. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وحكى أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط عن الماتريدي أنه أبطل إلحاق الأنساب بالقيافة بهذه الآية الكريمة، لأن أمر الأنساب إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، فالله وحده هو الذي يصور هذه المخلوقات في الأرحام كما يشاء. بهذا يتبين حسب رأي الماتريدي أن القيافة لا دخل لها في إثبات الأنساب. والقضية هي بحاجة إلى مزيد من البحث في وقتنا هذا، خصوصا مع التطورات العلمية فيما يتعلق بالجينات الوراثية وغيرها. كيف يشاء؟ والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يصور الله تبارك وتعالى هذه الكائنات في الأرحام بحسب مشيئته. فالتصوير في الأرحام ليس أمراً عائداً إلى الطبيعة كما يدعي الطبيعيون الذين يردون الأشياء إلى الطبائع، زاعمين بأن ما يتخلق من الكائنات إنما هو بتأثيرها. فالطبيعة عمياء ليس لها أي أثر. ثم إن الطبيعة وهي فعيلة من طبع يطبع، هي بحاجة إلى طابع يطبعها. فوراء الطبيعة من طبعها، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. والدليل على أن هذا التصوير كما يشاء سبحانه وتعالى، الدليل على أن هذا التصوير كما يشاء سبحانه وتعالى هذا التفاوت العجيب. فإن هذه الصور لو كانت بحسب ما تقتضيه الطبيعة لما كان هذا التفاوت بين الناس، لما كان هنالك تفاوت لا من حيث الملامح والأشكال، ولا من حيث طبائع الأشياء. فإن البشر جميعاً هم صادرون أو هم مكونون
من تلك الخلية التي لا تختلف واحدة عن بقية أخواتها، فكيف مع ذلك يوجد بينهم هذا التفاوت، يوجد بينهم التفاوت في الملامح والصور.